قرصة أذن على الذين يشككون في مهاراتي في هذه الجوانب، وحتى الذين يكتبون أني لا أمتلك شهادة علمية. أنا لا أمتلك أي شهادة علمية، أنا رجل لم يدرس حتى الابتدائي، هذا قطعوها وانشروه، لا درست ابتدائي ولا ثانوي ولا جامعة ولا عندي دكتوراه ولا عندي أي شيء. فسروا وبرروا وعللوا وأجيبوا، كيف أعرف هذه المعارف؟ اقرأوا كتابا من كتبي، مقالات من مقالاتي، بعض قصائدي، شاهدوا مقاطع الفيديو القتالية الدفاعية، المحاضرات الدينية العرفانية العلمية التي تتعلق بمسائل عديدة لا يمكنكم حتى إحصائها، وبعدها أجيب عن هذا السؤال: من أين أتى بهذا؟ كيف له هذا؟ الأمر يتجاوز الدكتوراه، يتجاوز هذا إلى فكر، إلى تحليل، إلى تمحيص، إلى إبداع يعرفه ويعترف به كبار علماء العالم، ويتتلمذ عليه آلاف ومئات الآلاف عبر العالم. وكذلك هناك كتب قد تنفقون أعواما لقراءتها، قرابة 300 كتاب، أجيب عن هذا السؤال. ثم ناظرون في العلم، ناظرون في مسائل العلم، في مسائل الفكر، الأدب، الفلسفة، المنطق، علم الجمال، علم الطب، العلوم الكونية، الفلسفة الكونية، علوم الكموميات، العلوم الجينية وغيرهم ما تكلمنا فيه، علوم التاريخ المحرم، العلوم العسكرية، الأمنية، مكافحة الإرهاب، الدين، العقيدة، الفقه، الحديث، علم الرجال وغير ذلك كثير، الأدب، اللغة، هذا كله ربما يصعب عليهم فيسهل النباح ويسهل الشتم. لا يمكن لكائن تعود على مثل هذه الأفعال النباحية أن يتكلم بلغة بشرية علمية ويقول لك: يا فلان أخطأت في قولك كذا، أو لقد أخطأت في قولك كذا، أو أخطأت في هذا البيت الشعري، أو عندما تكلمت عن فيزياء الكم وتكلمت عن كارل ساغون وماكس بلانك وهؤلاء، هؤلاء لا وجود لهم، لا وجود لشخص اسمه أوبنهايمر، لا وجود لنيكولا تسلا. أخطأت في تحليلك حول أني نيربي وسفن الفضائية، أخطأت حول نيبيرو وما كتبته عنه، لقد ارتكبت أخطاء علمية عميقة في ميدان الطب وعندما تكلمت في دروسك البرهانية أو عن الكائنات أو في تفسير الآية الفلانية أو غير ذلك كثير. هذا يحتاج إلى مختصين، هؤلاء مختصون فقط في الشتيم، مختصون فقط في التآمر، حتى أنهم المضحك المبكي أنهم نسبوني عميلا لمعظم المخابرات العالمية. هذا يعني وجود هلع وحيرة وعدم مقدرة على الفهم، وهذا يبرر لهم من جانب معين أنهم يصلون لهذا الحد المتدني جدا والساقط جدا من حدود الإسفاف والإرذال والرذالة والنذالة. والبعض بكل وقاحة يكتب: أرنا شهائدك العلمية، ويأتي حاكما والآخر يقول: عليك من تحاكموه، لمجرد فيديو بسيط مثلا ذكرت فيه نسبي إلى رسول الله وأنا أفتخر وأعتز بذلك، ولكن لا نتوكل على أنسابنا، نحن نتدرب ونعلم ونتعلم ونتطور والحمد لله على ذلك. فالمهم هي مجرد قرصة صغيرة، لأني والله لا أرى لهم وجودا ناتجا، الرد من باب التبيان لمن قد يموه عليه. أما الكاره المبغض الذي يتكلم عن عمد الكراهية وهو يعلم أنه كذاب ودجال، وحتى وضعوا سيرة ذاتية لي مزيفة، وهذا يحاكم قانونيا، لو شئت أن أحاكمهم لفعلت، ولكني لا أريد ذلك، ومعظمها صفحات مزيفة، حتى الصفحات الأصلية لا يملك أحد من يقف في وجهي دقيقتين، لا في العلم ولا في مبارزة بالمعنى بالشعر باللفظ، ولا حتى في الملاكمة أو في التايتشي أو في التايكوندو أو رياضة، هم لا يمارسون أي شيء غير التشدق والكذب. هذا مؤسف، خاصة في بلادنا في تونس يكثر أمثال هؤلاء الضباع الخبيثة، الأنفس المريضة الملوثة التي تحسد، وبعضهم حتى من مناطق قريبة من قريتي ومن غيرهم مساكين، أقول أنه من يرى بهذه العين نظروا بعين عداوة، لو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. ألا في سبيل الله ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل، تعد ذنوبي عند قومي كثيرة، ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل. فلذلك نبين، ليس الذي ينصرنا اليوم من تلاميذنا متطرفا، وأنا أطلب منهم ألا يجيبوا بالسب والشتيمة، إنما نجيب بالحكمة، نجيب بهدوء، نجيب بلغة فصيحة كما أجبت أنا، بلغة فصيحة مليحة جميلة، نتصرف وفق مبادئنا. كيف تقنع قردا أنه بشع إذا شتمته قال هذا شبيه لي، إذا قلت له يا قرد فهو يعرف أنه قرد وهو يعرف أنه بشع، ولكن آتي بوجه النبي يوسف وأهدي إليه مرآة، ينظر إلى وجه ذلك النبي الكريم الجميل ثم ينظر في المرآة وسيتخلص من وجوده البائس بنفسه. أكبر عقاب له أنه كذلك، أنه على هذه الشاكلة من التعاسة النفسية والاختناق، وكل نجاح وكل ما نحققه يزيدهم بغضا
جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ونحن الحمد لله شاكرون ومتواضعون، ونكمل في التعليم ونكمل في هذه المجالات. فإن كان لكم قدرة على المواجهة، على المناظرة، على إثبات حرف واحد مما كتبتموه من خبث ومن لؤم ومن حسد وحقد، فأرونا براهينكم. أما الكلام هكذا والتمصدق الفارغ، هذا يفعله الزبناء والتعساء والفشلة، وشهدتم على أنفسكم أني رجل يحيركم. لذلك اتهمون شتى التهم كالمجانين بغير عقول، والبعض حتى كما قلت سيرة ذاتية مزيفة، بعضهم قال لما تجاوز البكالوريا، آخر قال طرد من الجامعة، وغير ذلك كثير من مرض الأنفس والقلوب. وأحدهم قال أنا أعرفه أكثر من نفسي، وعندما أشاهده في التلفزيون أضحك من حالي تونس، وكنت أحضر له يلقي القصائد في الأعراس. نعم ألقينا القصائد، وأنا شاعر شعبي ممتاز الحمد لله، وأكتب الشعر الشعبي وأفتخر به، شعر التونسي الملحون العظيم الجميل بأغراضه التي لا يسمع بها أحدكم، لا يعرف ما معنى لا ضحضاح لا كوت لا غيره، وأكتب الشعر الفصيح واللهجي والرواية وغيره، والحمد لله الله حبانا بهذه المهم. هذه نقطة ونستمر.